كلامنا لسه متواصل اكيد عن مباراه الاهلي مع سان داونز، وهنتكلم في تفاصيل كتيره جدا، وهنتكلم تحديدا كمان عن توقيت المباراه الساعه 3 العصر، وهل ده هيؤثر ولا لا طبعا يعني على اللعيبه وعلى الاداء وعلى النتيجه ان شاء الله كمان المتوقعه. هنتكلم في كل التفاصيل دي وكمان يعني مزيد من الملفات الاخرى المهمه جدا لحضراتكم. خلينا بس نرحب في البدايه بكابتن احمد سلامه مهاجم منتخب مصر السابق. صباح الهنا. صباح الفل استاذ نهاوند. صباح الفل استاذ كريم. صباح العسل، منور الدنيا كلها. نور حضرتك. عندنا ماتش مهم جدا النهارده طبعا. وتعالى قبل ما ندخل في الماتش وفي تفاصيل الماتش بما فيها النقطه اللي نهاوند اتكلمت عنها دي، فكره التوقيت، ودي مش اول مره بيتعمل معانا اللقطه دي التركات دي. تعالى تعالى نبتدي بس الموضوع من قبليه بسنه، يعني الماتشين اللي فاتوا والاداء اللي انت شفته من النادي الاهلي في مباراتي سيمبا، وشايف ان هيكون انعكاساتهم ايه في حال وجود دروس مستفاده من الماتشين دول لازم نراعيها ابتداء من النهارده. هو زي ما حضرتك قلت طبعا، يعني بنتمنى طبعا التوفيق في البدايه للنادي الاهلي طبعا. اكيد مباراتنا او المباراتين اللي لعبناهم قصاد سيمبا طبعا كان في اداء يعني متفاوت شويه، او يعني ما كانش بافضل شيء يعني على سبيل النتيجه وعلى سبيل الاداء. وناس شافت ان ماتش الذهاب بره ارضنا كان احسن أفضل. بالنسبه كان أفضل. لنا كأداء من ماتش العوده بالظبط، كان افضل، وانت كان ليك الاسبقيه. يمكن احنا المشكله بس النادي الاهلي لما بيبدا يعني بيبدا المباراه بتاعته راكب المباراه، المباراه بتفتح معاه بشكل كويس. لما بيحصل لو بيحصل تراجع شويه في الاداء او تراجع او مش ماشيه على يعني على الناحيه التهديفيه بيدخل الفرقه معاه في الجيم، وده مش صح. يعني الفرق بالذات الفرق اللي هي طبعا يعني سيمبا من التصنيف الاول او من الناس اللي هي الصفوه في الانديه الافريقيه، ولكن احنا بنتكلم انه مش بنفس ليفل سان داونز ولا بنفس ليفل مثلا الوداد ولا الرجاء ولا الترجي ولا الفرق دي. فاحنا كنا بنفضل او كنا بنستنى من النادي الاهلي ان هو يحسم المباراه هناك وهنا زي ما حصل مع الترجي او الوداد. تقريبا كسب بره وكسب جوه، يعني كسب بره ارضه وكسب على ارضه، فده برده بيدي لك دوافع كويسه وبيتبني عليه الماتشات اللي بعد كده. الاداء كان يعني ما كانش افضل حاجه، ولكن ما كانش سيء برده، كان اداء في توازن بشكل كويس. ممكن لعيبه الاهلي حست شويه ان يعني سيمبا مش الافضل او مش الفريق اللي هو يعني مش بنلعب سان داونز او بنلعب مثلا وداد او بنلعب حاجه كلاس ايه، فهندي بس جزء مش ال 100% من قوتنا بالظبط. فده كمان اثر ان الفرقه الثانيه بتلعب قصاد الاهلي، فعندهم دوافع اكبر طبعا. تلعب قصاد زعيم القاره وكبير القاره، فلازم ان انت بتطلع اقصى ما عندك. استعداد الفرق اللي بتلعب قصاد الاهلي بيكون استعداد مش 100%، بيكون 200% استعداد مضاعف. الاهلي احيانا بيبقى اللعيبه بتبقى تلعب مش بالمية في المية طول الوقت، يعني في مباريات بيحسوا، وده يعني خلي بالك ده احساس طبيعي جدا للاعب. اللاعب لما بيلعب فرقه اعلى منه بيحس ان هو محتاج يدي مجهود مضاعف، لما يعني بيلعب فرقه اقل منه اوريدي الدنيا بتبقى اخف فكه شويه بالظبط. طب ممكن اقول حاجه عشان فاروق هيروح مننا بس؟ اتفضلي. فاروق بيضيع مني والله، هيضيع مني فاروق بيضيع مني يعني هنروح لفاروق صلاح مراسلنا طبعا من جنوب افريقيا تحديدا وكواليس ما قبل مواجهه الاهلي وسان داونز. يعني فاروق بونجور عليك طبعا في البدايه، وبالتوفيق طبعا، وتغطيه هتكون اكثر من رائعه كالعاده، احنا متاكدين من ده، بس حابين نطمن كمان ان جماهير دلوقتي النادي الاهلي بيتابعونا، والتغطيه اللي تكون او اللي بتكون لحظه بلحظه زي ما احنا معودينهم. عايزين نعرف الكواليس، عايزين نعرف كمان الاستقبال كان ازاي، عايزين نعرف درجه الحراره، ردود الافعال حول تحديدا موعد المباراه، عايزين نعرف كمان الغيابات الموجوده سواء في سان داونز او في النادي الاهلي. انا سمعت ان هم 8 غيابات حتى هذه اللحظه. عايزين نعرف منك كمان الاقبال الجماهيري من الجانب المصري والجانب الاخر، يعني كل ما لديك من معلومات اكيد هيكون مفيد جدا. اتفضل يا فاروق. يعني في البدايه خلينا صب عليك يا نهاوند، صباح التفاؤل، صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير على الكابتن احمد سلامه، وصباح التفاؤل على كل جماهيرنا جماهير النادي الاهلي. وخليني اقول لك يا كريم، حمد لله على السلامه، نورت الشاشه ونورت برنامج 10 الصبح. منوره بيك يا الاهلي، وكنا مفتقدينك الفتره اللي فاتت. ربنا يكرمك. عايز اقول لك يا نهاوند، تقدري تقولي النهارده هو اجمل يوم من حيث الجو منذ قدومنا الى جنوب افريقيا. درجه الحراره حاليا بتتكلمي في ما بين 18 ل 20 درجه مئويه، ده افضل يوم من حيث الطقس من يعني من ساعه قدومنا الى جنوب افريقيا.
نتمنى طبعا استمرار نفس درجة الحرارة حتى موعد المباراة. طبعا تم تعديل موعد المباراة من الساعة 7 للساعة 3، أمر لم يشغل بال النادي الأهلي أو مستر كولر أو اللاعبين، لأن الدوافع اللي عند لاعبي النادي الأهلي أكتر في هذه المباراة. مستر كولر وهو بيتكلم مع اللاعبين أو كباتن النادي الأهلي الكابتن محمد الشناوي رامي ربيعة بيتكلموا مع اللاعبين: احنا جايين هنا واحنا واخدين كل حاجة السنة اللي فاتت، احنا ابطال القارة الافريقية، من واحنا على الطيارة والله انا واندي يعني كلام اللاعبين، احنا جايين من جنوب افريقيا، احنا جايين نكسب، احنا جايين نلعب مباراة كبيرة بندافع فيها عن كبريائنا ان احنا ابطال القارة الافريقية. الامر ده منعكس تماما على اللاعبين في الروح المعنوية، في الحالة الفنية، الحالة المزاجية للاعبين، تركيز شديد جدا من جانب كل فرد داخل فريق النادي الاهلي، بدءا من رئيس بعثة النادي الاهلي الدكتور محمد سراج الدين وايضا للدكتور محمد شوقي، مرورا طبعا بالجهاز الفني، الجهاز الاداري الكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي، ايضا بكافه اللاعبين. في تركيز شديد جدا، في تفاؤل كبير جدا عند اللاعبين لامسينه من التدريبات اللي اداها الفريق على مدار اليومين الماضيين. طبعا الفريق خاض تدريبين على هنا في جنوب افريقيا، التدريب الاول كان على ملعب جامعه بريتوريا وهو يشبه الى حد كبير الملعب اللي هتقام عليه المباراه، بالامس كان التدريب الرئيسي على ملعب المباراه، ملعب بيتسع ل 50,000 متفرج، وخليني اقول لك ان واحد من اقدم الملاعب هنا في جنوب افريقيا، تاسس عام 1906 وكان واحد ضمن الملاعب الموجوده طبعا في كاس العالم 2010. بالامس كان يوم احتفاليه كبيره جدا هنا في جنوب افريقيا، يعني تقدري تقولي انا هواند جنوب افريقيا بالامس لم تنام، يعني احتفالات صاخبه، لان بالامس منتخب جنوب افريقيا للرجبي توج بطلا لكاس العالم للرجبي بعد فوزه على نيوزيلندا 12-11. بالامس كانت احتفالات كبيره جدا حتى الساعات الاولى من صباح اليوم في كل مكان في جنوب افريقيا. بعثه النادي الاهلي يعني فرضت يعني نظام شديد جدا على يعني مسؤول الفندق، اغلاق الفندق بالكامل وتوفير جو مناسب للاعبي النادي الاهلي، واللعيبه كانت في عزله تماما عن الاحداث اللي كانت والاحتفالات اللي تدار في خارج الفندق. بالامس يوم رياضي كان كبير جدا، الاوساط الاعلاميه بتتكلم على مباراه الاهلي وصن داونز ان هي اصبحت واحده من كلاسيكيات القاره السمراء، يعني بعض الصحف اتكلمت انها قالت ان فريق ماميلودي صن داونز استمد جزء من شعبيته وجماهيريته من مواجهاته مع النادي الاهلي. جماهير جنوب افريقيا هنا عدد كبير جدا منهم بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي عليه قميص بيرسيتاو، يعني بيرسيتاو بيتمتع بشعبيه جارفه، يعني اكثر الرياضيين اللي بيتمتع بشعبيه جارفه هنا في جنوب افريقيا، يعني تقدر تقولي اكثر كمان من لاعبي فريق ماميلودي سان داونز. يعني بيرسيتاو سواء مشجعي كايزر تشيفز اورلاندو ماميلودي سان داونز بيتمتع بشعبيه جارفه هنا في جنوب افريقيا. بالامس كان في مجموعه من اللعيبه الناشئين اللي كانت حريصه انها تكون متواجده مع بيرسيتاو وتسلم عليه، ايضا يعني الدعم اللي بنلقاه من الجاليه العربيه بالامس يا نهواند يا كريم، امبارح الجاليه العربيه وعلى راسهم طبعا الجاليه الفلسطينيه اللي كانت حريصه انها تساند الاهلي في التدريب الاخير على ملعب لوفتس. بالمناسبه الملعب بيبعد عن مقر اقامه النادي الاهلي ب 15 دقيقه، مسانده مؤازره، حبهم وولائهم وانتمائهم للنادي الاهلي يعني مديهم البسمه الوحيده اللي يعني بيتكلموا معانا، قال لك البسمه الوحيده في هذه الاوساط هي النادي الاهلي. نتمنى النادي الاهلي يفرحنا بكره اللي هو يعني النهارده باذن الله ونقدر نحقق الانتصار، فاعتقد كانت لفته مهمه جدا. عايز اطمنك ايضا يا نهواند على الامور اللي بتقال على غيابات فريق صن داونز، خليني اكد لك عوده لوكاس ريبيرو ومورينا وبيتر شلاويلي اللعيبه اللي كانت بتغيب عن فريق ماميلودي صن داونز في اللقاءات الماضيه، يعني كلام كتير جدا. رولاني ماكوينا طلع قال عندي غيابات وبصلي عشان عوده اللاعبين، انا باكد لك ان فريق ماميلودي صن داونز باستثناء غياب مافالا اللاعب اللي كان تعرض للطرد من فريق بيترو اتلتيكو في مباراه بيترو اتلتيكو، تقدري فريق تقولي فريق صن داونز كامل العدد في هذه المباراه. طبعا الجانب الجماهيري تقدري برضو تقولي يا نهواند 50,000 متفرج هيكونوا بيملأوا جنبات استاد لوفتس، نظرا لان مسؤولي فريق ماميلودي صن داونز قرروا فتح باب الاستاد للجماهير مجانا. طبعا بيبقى في يوم معتاد لجماهير ماميلودي صن داونز بتبقى في حفله قبل المباراه بيوزعوا تيشيرتات على الجماهير، اي فرد بيرتدي قميص ماميلودي صن داونز هيدخل من باب الاستاد مجانا. طبعا في تنسيق في النادي الاهلي، بالامس كان الاجتماع الفني
اللي حضروا من جانب النادي الاهلي الكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عدلي والعميد علاء صلاح المنسق الامني للنادي الاهلي لترتيب موعد وصول الفريقين للمباراه، تنسيق تواجد بعض الافراد الجماهير المصريه طبعا او الجاليه المصريه الموجوده هنا في بريتوريا لتنسيق دخولها. ان شاء الله الصوره تكتمل، المشهد يكتمل، التركيز اللي احنا لامسينه من اللاعبين، الجديه اللي عند لعيبه النادي الاهلي مع حاله الجو الممتازه النهارده يكون انعكاسها ان شاء الله انتصار للاهلي النهارده. يا نهاوند يعني بص اجواء رائعه جدا وطمنتني انا شخصيا يا فاروق من كذا نقطه انت ذكرتها، اتمنى كمان يكون في حضور على الصعيد الاخر يعني لجماهير النادي الاهلي يكون برضو بنفس مش طبعا بنفس العدد، لكن اعتقد ان في جاليات كتيره هناك وفي اعداد كبيره جدا من الجاليه المصريه كمان مش بس الجاليات العربيه تحديدا الجاليه المصريه، فاتمنى ان شاء الله برضو يكونوا موجودين عشان يؤازروا النادي الاهلي، ده مهم جدا زي ما احنا عارفين. اخر حاجه بس عايزه برضو اتطرق ليها معاك، يعني سمعنا عن ملف التحكيم والكاف واختياره لبعض الحكام، طبعا هنتكلم مع كابتن احمد سلامه عن النقطه دي تحديدا، لكن حابه اعرف منك ردود الافعال خصوصا ان انت بتتكلم ان في بعض طبعا الحكم البنيني يعني معروف عنه بكثره البطاقات يعني الصفراء تحديدا، فخلينا نطمن منك برضو على موضوع التحكيم. يعني بالنسبه والتحديد للويس دي جاندو الحكم البنيني، خليني اقول لك هو لم يدير اي مباراه من قبل لاي فريق مصري او للمنتخبات المصريه، دي اول مباراه لي هتكون مع النادي الاهلي. طبعا هو الاوساط او الكلام اللي طبعا بيقال على الحكم البنيني ان هو كثير الانذارات وكثير الكروت الحمراء، بعض الاعلاميين هنا واحنا بنتكلم معاهم بنتكلم ان فاروق معلش احنا انا اسفه جدا هنعود ليك مره تانية، بس هنا لازم نطلع فاصل للاذان ونرجع نكمل مره تانية حديثنا، خليكم معانا. طيب رجعنا لحضراتكم مره تانية وبنعتذر احنا ما عرفناش نعود لفاروق لان هو اتشغل حاليا مع يعني البعثه، لكن بنعود ليك كابتن احمد، ويمكن يعني الكلمة أو التفصيلة الأخيرة اللي كنت بسأل فاروق فيها أنا وكريم قصة التحكيم مش عايزين نقف عندها كتير، لكن مهمة برضو نعرف الطاقم التحكيمي هل هو أدار أصلا مباراة كان الأهلي أو حتى منتخب مصر يعني متواجد فيها ولا لا، هل هو مشهور زي ما كنت بتكلم بالبطاقات الصفراء بنسبة كبيرة جدا معروف عنه يمكن 66 بطاقة صفراء في تاريخه حتى هذه اللحظة رقم كبير جدا، يعني خلينا نبدأ من هنا. اكيد طبعا، لكن انا بتكلم ان هو تقريبا ما قدرش اي مباراه صحيح لينا كانديه مصريه او لمنتخب مصر، لكن انا شايف ان هو في بعض الحكام بيحاولوا ان هم يعني يشيلوا البطاقات الصفراء كنوع من السيطره على المباراه، يعني اي التحام اي حاجه ما بيستناش ان الالتحامات تبقى اقوى او يحصل فيها خشونه اعلى او كده فبيحاول يدي دي، لكن انا شايف انه المباراه اكيد يعني مش هيدي انذارات عمال على بطاله، يعني اكيد هيبقى لها سبب، فاهماني؟ انا شايف انه مباراه كبيره متشافه، مش من يعني مش من الحاجات اللي هي المميزه ليه كحكم ان هو يظهر بشكل سيء في مباراه زي دي، انا شايف ان هو اكيد هيدير المباراه بشكل كويس لان ده اكيد المباراه حتى لنفسه لشكله هو شخصيا لتاريخه للسي في وللتحكيم كمان الافريقي ان هو عايز يرفع من 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 قيمه التحكيم الافريقي، فاكيد كل الحكام اللي موجوده هو الحاجه الوحيده اللي هترفع قيمه التحكيم الافريقي ان يكون في تحكيم مظبوط بالظبط، هو ده كل يوم والتاني احنا تقريبا تكاد تكون ما بتعديش علينا حلقه غير لما بنبدي اندهاش على قرار خاطئ ما من حكم افريقي ما في بطوله ما بالظبط، كلام حضرتك مظبوط 100%. والاخطاء دي وارده جدا، لكن انا شايف ان هو الخطا لما يكون متعمد ده حاجه او يعني حد قاصد يخسرك او قاصد يجي عليك دي حاجه دي جريمه، يعني ده جريمه بجد لانك انت اللي بتقيم العداله على ارض الملعب فلازم تكون عادل بجد. الاخطاء برضو كابتن احمد ممكن تديك انطباع بان في شبهه سوء نيه بالظبط، هي بس لو يعني الاخطاء برضو لازم اتعلم منها، مش لازم انا كل مباراه يكون عندي نفس الخطا او حاجه قريبه من الخطا ده، خلاص بدل احنا زميل ليا اخطا خطا معين في او خد قرار معين وانا عرفت ان ده خطا خلاص ان انا اتفادى الخطا ده وابدا ان انا اتعلم، لازم يحصل ورش محاضرات كتيره وتدريبات كتيره عمليه ونظريه للحكام بشكل كبير وتطوير الاداء، لانه انت من اهم العناصر اللي موجوده في الملعب، انت اللي بتخلي اللعيب يركز في الملعب او يركز معاك طبعا، فلازم صحيح. اكون وكذلك الجماهير بالظبط، والجماهير كمان بتتفاعل مع حاله الملعب والهدوء، خلي بالك المباراه بتبقى هاديه كده تحس ان الاجواء كلها كويسه، الحكم في حالته تحس ان الاجواء كويسه، اللعيبه بتلعب مركزه، الجماهير مبسوطه،
الحكم مش في حالته. بس الحقيقه في ماتش النهارده بصفه خاصه كابتن احمد، بعيدا بقى عن التحكيم والملف ده، المباراه مش هتكون هاديه باي حال من الاحوال، وبصفه خاصه لما كمان كل الناس عارفه ان هم فاتحين باب الاستاد 18 ل 20 او حاجه زي كده زي ما قال فاروق، اكيد في الملعب هتبقى 55 يعني، هتبقى درجه حراره عاليه جدا يعني. انا شايف لا درجه حراره النهارده لو الجمهور داخل بالمجان للاداء الفني، انا شايف انه فريقين على اعلى مستوى من القيمه الفنيه والبدنيه والذهنيه والشخصيه. يمكن الاهلي تاريخه بيشفع له او بيديله الدوافع اكتر، بيجعله الافضليه والاسبقيه. انا شايف ان الاداء في الملعب، حاله اللعيب يوم المباراه يا استاذ كريم مهمه جدا جدا طبعا. يعني ممكن طبعا. انا كمدير فني افضل اظبط اللعيبه واظبط طريقه اللعب واظبط الاسلوب بتاعي واظبط وكل حاجه ومظبط كل الامور، واجي يوم المباراه الاقي اللعيب مش في حالته. فدي بتبقى حاجه يعني بتبقى حاجه مش كويسه قوي يوم المباراه. مهم جدا لعيبتنا النهارده يكونوا في حالتهم. لعيبه الاهلي اكيد في الموعد طول الوقت، اللعيبه بتركز بتشتغل على نفسها بشكل كبير جدا، عندهم اهداف كبيره شخصيه وللنادي ككبير للقاره. المباراه زي دي مباراه صعبه جدا جدا على الفريقين، يعني مش على الاهلي بس ولا على سان داونز بس، لان كمان الاهلي ضيف تقيل جدا 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 عليهم هناك. الاهلي عنده لعيبه او تنوع في الاداء بشكل كويس، يعني عنده على الاداء اللي هو نوعية اللعيبة اللي موجودة تقدر تعمل لك الشق الهجومي كويس جدا، تقدر تعمل لك الشق الدفاعي كويس جدا. ده يأثر جدا او ده يدي سلبا على الفريق الخصم، ان انت اختراقاتك بتبقى قليلة، وفي نفس الوقت انت بتبقى عامل حساب ان انت الفريق الاهلي عنده هجوم قوي جدا جدا، فانا مش قادر اطلع بكل قوتي هجوميا، فببقى عامل حساب ان انا في جزء دفاعي لازم أأمن نفسي بشكل كويس، فده بيدينا الأفضلية طول الوقت. أنت عندك الحمد لله لعبتنا في بداية من الشناوي حتى المهاجم بس كان كهرباء أو مودست أيا كان مين اللي هيبدأ، لكن شايف إن أنت لما تبدأ باللعيبة دي أنت عندك مجموعة لعيبة في نص الملعب من أفضل لاعبين خط الوسط في أفريقيا كلها بالظبط، عندك أجنبي الملعب سواء هاني أو معلول من أفضل الناس اللي بتعمل الحتة الهجومية وفي نفس الوقت الحتة الدفاعية بشكل كويس، عندك الخط الهجومي على أعلى مستوى سواء حسين أو بيرسيتاو أو كهربا أو لو بينزل رضا سليم أو أيا كان مين اللي هيبدأ. عندك ربنا يسامحك ما كنتش فيه كعبانه في الفينشنج بقى واهدار الفرص. هي مشكله في دي، يمكن انا كنت يعني بحاول ان انا اظبط للنقطه دي، حته ان انت لازم تستغل كل الفرص اللي بتجيلك. احنا مباراتنا مع سيمبا للاسف اهدرنا كم فرص طبعا. غريب جدا جدا طبعا. احنا لو كنا جبنا الاجوال دي من البدايه انت كنت ممكن تكسب 6 و7 الماتش ده صحيح. يعني سواء هناك او هنا انت بجالك فرص هناك كتيره جدا، يعني طبعا. احنا بنقدر نخلق فرص وهنا كمان لكن بنعرفش نترجمها بشكل كويس طبعا. لا انا شايف ان احنا ترجمه الفرص اهم جدا جدا، لانك انت اوريدي بتخلق فرص، انت اوريدي بتروح للمرمى الخصم بكتير، وعندك تنوع في الاختراق سواء من الاجنب او من العمق، وعندك مجموعه لعيبه سواء فردي او جماعي انت بتعرف توصل، ولكن انت حته الفينشنج بس مهمه جدا. يمكن احنا لما طلبنا ان احنا يبقى عندنا مهاجم سترايكر راجل صريح رقم 9 مهاجم صندوق فرود محطه فرود يعرف يجيب جول يعرف يخلص لك مباراه، كنا ملحين جدا على اداره النادي ان احنا نوفر، وهم قدروا ان هم وفروا لنا مودست، لكن انا ما اعرفش الحاله الفنيه بتاعته الجاهزيه البدنيه بتاعته الاستعداد النفسي بتاعه، هل هو الرغبه في التواجد، انت جاي سيزون واحد او موسم واحد مهم جدا، كل مباراه بتعديك بتحسب عليك، هل انت حابب ان انت تثبت نفسك بسرعه عشان تجدد موسم كمان تندمج بسرعه بالظبط عشان تندمج وتبدا تبقى تظهر بصمتك في نفس الوقت الموسم اللي جاي نقدر نجدد، ولا انت مثلا الموضوع بالنسبه لك هياخد وقت شويه. فاحنا كنادي اهلي ما بنقدرش ما عندناش وقت ان احنا ندي فرص كبيره جدا للاعب لحد لما يجهز. هو يعني على المستوى الافريقي ده بيبقى مش متاح، ممكن على الدوري يعني يبقى الفرص بالظبط يعني بالظبط. بس احنا عندنا دلوقتي اولويات، الاولويات دلوقتي دوري السوبر احنا متواجدين فيه اكيد، بنهتم اكتر بتواجد اللعيبه او بان اللعيب يكون في اقصى حالاته الفنيه والبدنيه والجاهزيه النفسيه. فانا شايف ان انت لازم مودست يساعد نفسه علشان
يحط رجله بشكل كويس. يمكن الناس كلنا يعني مستنيينه وكلنا منتظرين منه البصمه الفنيه طبعا. ويمكن هو احرز هدف في مباراه في الدوري وكنا مبسوطين جدا ان هو يمكن دي تبقى بالظبط المكنه طلعت قماش، ان ده بديله خير ان هو ممكن الدنيا تتحرك معاه شويه او على الجانب النفسي شويه، ان هو يبدا يحس ان انا بقيت داخل الفرقه واتاقلم وادخل انصهر جوه الفرقه اكتر. ده كان شايف ان هو لازم يبقى عنده شراسه اكتر في الحته اللي قدام دي. ما يعني ما بيكونش في تحرك كتير، ما اعرفش يعني هل هو ده عدم جاهزيه بدنيه ولا مثلا هو دي طبيعته معين. يعني طبيعته ان هو بيستنى حاجات معينه سواء كرات عرضيه او سواء حاجه يلطشها بدون تحرك. لا، النادي الاهلي في الفتره الاخيره انا شايف والكوره على مستوى العالم بقت محتاجه ان الرجل المهاجم ده يبقى عنده برضه سرعات وانطلاقات، فاهمني؟ طبعا. ولازم ان هو كمان تحركاته كتير، لان انت بتعمل خلخله في دفاعات الخصم وبتبدا تتحرك تحركك ده تلتين الشغل اللي ميسي بيعمله نتيجه التحركات والسكان اللي بيعملها بالظبط كده. وفي نفس الوقت انت لما بتتحرك بتبدا تدي فرصه لزمايلك اللي جايين من تحت ان هم يتحركوا عكسك، فبتدي عمليه او بتفتح ثغرات في دفاعات الخصم، فتحركك ده بيدي افضليه لينا. فشايف ان انت لما تنزل كمودست لازم يبقى في تحركات اسرع، تحركات طيب. كابتن احمد يعني ايجابيه اكتر. انا عندي برضو يعني بجانب مودست، لان ده ملف اكيد برضو مهم، انا بتكلم ان احنا عندنا مشكله كانت واضحه في الماتشين اللي فاتوا تحديدا في فكره ان انت ضيعت فرص، ففي اهدار فرص. انا الان وانا داخل المباراه دي تقرر مره ثانيه ولا لا. بس في نقطه ثانيه مهمه، القصه مش بس كان الاخطاء الواضحه للنادي الاهلي في اهدار الفرص، لا كانت كمان ان انت بتخلي الكوره توصل لغايه الشناوي. ما هي القصه ان انا الدفاع عندي فين؟ في المباراه الاولى قلنا مثلا عبد المنعم ما كانش موجود، طب بس بعد كده انت ايه مشكلتك؟ ما هو برده خلي بال حضرتك الشناوي شال اجوال كتيره أكيد. فهي قصه مش بس انا بوصل لمرمى المنافس وبهدر فرص وبلعب لعب كويس او بلعب جيم مفتوح او بعمل ميكس في بعض المباريات من الدفاع والهجوم، لا انا عندي مشكله ان انا بوصله لغايه مرمى الشناوي، فدي مشكله تانية اكيد طبعا. لكن انا شايف انه يمكن لانك انت كنت بتلعب بثلاثه في نص الملعب، الستاره اللي قدام خط الديفنس بتاعك اللي هو دي كانت محتاجه ان انت تقوي كمان بلاعب خط وسط دفاعي اكتر. ولكن احنا لما لعبنا مثلا بقفشه فانت عندك يعتبر اثنين، مره كان في كوكا وديانج ومره كان نزل مروان مع ديانج وقدامهم قفشه، فانا شايف انه قفشه دوره الدفاعي مش افضل شيء يعني اكيد، فكان بيحصل الثغرات دي. ده رقم واحد. رقم اثنين ان انت كان عندك زيادات طول الوقت ان انت عايز توصل لمرمى الخصم، فبيحصل في الظهر برضو اختراقات من المهاجمين سيمبا. فانا شايف ان احنا يحصل لازم يحصل توازن. منطقه نص الملعب لازم يتلعب بثلاثه اقوياء في نص الملعب، مدافعين اكتر. نادي سان داونز عنده نص ملعب قوي برضو على المستوى الفني والاستحواذ والباسنج اللي هو اللي بيتعمل في اعماق دفاعات خصومه، فبيقدر ينقل الكره بسرعه. فلازم يبقى عندنا ثلاثه في نص الملعب. انا من وجهه نظري انا شايف انه الثلاثه ثلاثي نص الملعب لازم يكون ديانج وكوكا ومروان عطيه. الثلاثه دول هيقدروا ان هم يمسكوا لي نص الملعب بشكل كويس، ونبدا نلعب احنا في ظهر دفاعات سان داونز، لان اكيد هم على ملعبهم وهيكون في اندفاع هجومي شويه، ففي الظهر هيكون في مساحات كويسه. انا شايف انه في البدايه يكون عندنا ثلاثي برضو، انا برشح لاما بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا عشان الانطلاقات او يبقى بيرسي تاو لو كهربا يعني في اضاعه اهداف كتير وكده وحابب ان هو يخليه للشوط الثاني، يبقى عندك بيرسي تاو ورضا سليم وحسين الشحات، ودول هيعملوا لك الحته اللي هي المرتده بشكل كويس جدا. دي هتخليهم ان هم يخافوا ان هم يهاجموا بشكل كبير، لان في الظهر في انطلاقات كبيره في ظهر الدفاع. على ذكر بيرسي تاو، وانا هنا عايز اقف عند نقطتين ذكروا زميلنا العزيز فاروق صلاح في تخطيطه اللي كان معانا فيها. اولا التفصيله المتعلقه بالجاليه الفلسطينيه ودعمها للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. احنا عايزين طبعا غير الشكر ده، احنا اللي عايزين نعرفكم ان احنا اللي بندعمكم واحنا اللي بندعي لكم وبنتمنى لكم الثبات وبنتمنى لكم الصبر وبنتمنى لكم كل خير ان شاء الله. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي ذكرها فاروق صلاح تفصيله بيرسي تاو، طبعا هو نجم النجوم هناك عند الجماهير في جنوب افريقيا. فكره ان بيرسي تاو بيلعب ضد فريقه السابق
وبطبيعه الحال هو عارف كويس قوي قدراتهم وامكانياتهم وكل تفاصيلهم، الى اي درجه التفصيله دي ممكن تبقى مفيده بالنسبه لنا في الماتشين اللي جايين؟ اكيد هم يعملوا حسابه وهيعطلوا هيعطل واحد هيعطل اثنين على الاقل معاه هناك في المكان ده، لان بيرسي تاو خلي بالك لعيب جيد جدا، وانا ايام ما كان فيه هجوم على ميكسوني وبيرسي تاو من فتره لكثره اصاباته وابتعاده عن الماتشات وعن فورميشن اساسي للفريق، لكن انا شايف ان هو لا بيرسي تاو قيمه فنيه كبيره جدا طبعا. جدا واضاف كتير جدا جدا للنادي الاهلي، كما ان النادي الاهلي اضاف له كتير جدا. يعني بيرسي تاو خلي بالك بيرسي تاو ما كانش ممكن يبقى بالجماهيريه دي لولا ان هو كان لاعب للنادي الاهلي او ما زال لاعب للنادي الاهلي. اي حد بيجي النادي الاهلي سواء مدرب او لاعب من افريقيا او من خارج دي اضافه كبيره جدا طبعا. اضافه كبيره جدا ليه. يعني انا شايف ان هو بيكون تلاقي مثلا حد على الصفحه بتاعته 200 ألف متابع، بعد ما يجي الأهلي يلاقي بال 40 و 50 مليون متابع، تلاقي متابعات نقلت في حتة تانية خالص. فلا النادي الأهلي بيضيف للاعيبته وبيضيف لمدربينه وبيضيف لأي حد بينضم للنادي الأهلي. لكن ده ما يقللش أو ده ما يمنعش إن بيرسي تاو قيمة فنية كبيرة جدا، عنده يعني حسم أكتر من مباراة قبل كده للنادي الأهلي، كانت مباراة صعبة بحلوله الفردية والفنية. لعيب بتقدر تلعب بيه كوينجر او بتلعب بيه كسترايكر، بيعرف يجيب جول، بيعرف يصنع جول، بيعرف يتحرك كويس، تحركاته كلها ايجابيه وبفاعليه. لعيب محبوب وسط زمايله، ده واضح جدا انه بيدوروا عليه في كل حته في الملعب يبصوا له، فهو يعتبر مفتاح لعب كويس جدا جدا للنادي الاهلي. هيعطل اكيد هناك زي ما محمد صلاح بيبقى في منتخب مصر او حاجه، تلاقي في واحد او اثنين معطلين في الحته دي، فاكيد بيخفف الضغط عن زمايله في الناحيه الثانيه زي حسين الشحات او رضا سليم او الكلام ده كله، ان بيبقى الاهتمام بيه اكتر فبيبدا يفتح ثغره في الاتجاه الاخر. لو الفرود عندك متحرك او الفرود عندك بيقدر يخلص اكيد برضه بيديله يعني بيفتح شويه. خلي بالك خط الديفنس ده المفروض ان هو يكون يعني في تلاصق شويه او في تقارب شويه، لما يكون عندك لعيب فتح الخط شويه ولعيب كويس ومهاري بيبدا يفتح معاه الباك اللي ناحيته اللي هو الباك الرايت او الليفت ايا كان ناحيه اللاعب الوينجر، فبيفتح معاه هناك فبيبدا يسيب ثغره بيبدا يتحرك فيها المهاجم او الناس اللي جايه من تحت زي ما كان بيعمل حمدي فتحي قبل كده او امام عاشور او دلوقتي ديانج او دلوقتي ايا كان او قفشه او ايا كان لعيب خط الوسط اللي بيضرب في عمق دفاعات الخصم. فانا شايف ان بيرسي تاو دوره مهم جدا جدا في مباراه النهارده، ان شاء الله ربنا يكرمه ويكون في حالته ويقدر يفيد النادي الاهلي ان شاء الله. توقعات بقى قبل ما نختم. بحب انا السؤال ده. ماشي. والله الوقت الساعه كام؟ يا دوب. تمام. ده وقت التوقعات بالصدفه؟ حلو قوي. ده وقت التوقعات. ايوه. كام تقريبا؟ انا شايف ان النادي الاهلي يعني لو اتعادل هناك. برضه لو اتعادل هناك 1-1. ده لو دي بقى مبنيه على ان احنا احتمال نخسر يعني ولا اتعادل؟ لا 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 ان شاء الله. لا لا لا, 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 لا انا بقول سيناريو، لكن التوقع انا شايف ان الاهلي ان شاء الله ممكن يكسب هناك 1-0. لان النادي الاهلي هم هيبقى فيه دفاع هجوم كبير ويبقى في ظهرهم مساحات كويسه، وانا شايف ان احنا بنستغل دي بشكل كويس سواء من على الثلاثي اللي انا قلت عليهم بيرسي تاو او حسين او كهربا او رضا سليم ايا كان مين اللي هيبقى موجود منهم، هيتحركوا فيها كويس وانا متاكد ان شاء الله ان هيحرزوا منها هدف النهارده. المهم ان الاهلي النهارده هيحرز اهدافه طبعا ان شاء الله. الاهلي هيحرز اهدافه ويحافظ على نظافه شباكه لو لا قدر الله جينا بتعادل انا شايف ان احنا هنا هنقدر نحسم، لكن هناك لما نكسب لما نتعادل مش هنخسر ان شاء الله. انا اتمنى ان شاء الله تكون مباراه قويه على الصعيد الفني وعلى صعيد النتيجه باذن الله كابتن احمد، وان كان الوقت قصير بس اكيد ده مكانك تنورنا تاني باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لك على خير قريب باذن الله. شكرا جزيلا ان شاء الله على وجودك معانا، واكيد الشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم على حسن المتابعه. ان شاء الله بكره باذن الرحمن العيش وكان لنا عمر نستهل الحلقه بجملتك وقولك صباح النصر. صباح النصر.